السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نشتغل مع بعض البلوزة الظريفة اللي انا سايبة صورتها دي الجميلة قوي دي. هي هاف شولدر، يعني هتبقى بكتف واحد. ماشي، انا هشتغلها بخيط يارن ارض ربيدو. الخيط ده زيه بالظبط زي الديفا، يعني كأنه هو. طبعا انت تشتغلي بأي خيط مناسب ليكي. ودلوقتي ما شاء الله الخيط الايطالي مال الدنيا وببلاش، فيعني هتقدري تعملي البلوزه دي كلها على بعضها. البنوتك البلوزه تاخد لها يعني مثلا لبنت انا هشتغلها لبنتي 8 سنين، قولي ال 200 جرام هيتبقى منهم كتير. يعني انت هتجيبي 200 جرام في الخيط الايطالي، ال 200 جرام بحوالي 60 جنيه وهيتبقى منهم كتير. فشوفي انت البلوزه جايباها كده ب 60 جنيه يعني ببلاش تقريبا. ماشي، يلا نشوف مع بعض ان شاء الله هنبدا ازاي. اول حاجة هنحتاجها المقاس. طيب المقاس هيبقى ازاي؟ هتجيب المزورة كده وتلفيها على وسط البنوتة. احنا هنشتغل بداية من الوسط، تمام؟ زي ما يطلع معاكي مقاس الوسط ما تزوديش، تمام؟ لان احنا عايزين البلوزة ماسكة، وكده كده الغرزة اللي هنشتغلها بتمط، فهو هتاخدي المقاس بتاع البنوتة بالظبط وتشتغلي على اساسه. فرضنا مثلا اخدنا المقاس كده طلع الدوران بتاع الوسط ده ايه مجازا. انا ما قستش على فكره عندي على بنتي، لاني انا بقيس عليها مباشره مش بشتغل بالمزور. فاحنا هنفترض انه مجازا 40 سنتي. ماشي، فاحنا كده هنعمل القطعه اللي هنشتغلها دلوقتي يبقى طولها 40 سنتي. طيب زي ما قلت لكم هشتغل بيارن ارت رابيدو وهشتغل بابره مقاس 2. يلا نبدأ، سلمني بالله ونبدأ مع بعض. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو. الشغل عندي بدايته هتبقى من القمر، من قمر البلوزة. طيب هعمل ايه؟ هعمل سلاسل بطول القمر. طب انا دلوقتي حابة ان القمر بتاعي يبقى 5 سنتي، فاعمل سلاسل طولها 5 سنتي. هتشتغلي كده السلاسل، تمام، ايا كان عددها بقى، وتقيسي على المزورة. عايزين سلاسل طولها 5 سنتي. لا بس نقيس بقى السلاسل دي كده. كده احنا عملنا سلاسل طولها 5 سنتي. وانا في الشغل اللي اشتغلته السلاسل معايا عددها، لان انا عامله القمر اوريدي اهو. ماشي، فانا السلاسل طلعت معايا 17 سلسله، تمام، 17 سلسله. هاخد سلسله ارتفاع وادخل من تاني سلسله من الابره، وهشتغل في كل غرزه هتقابلني غرزه حشو. انا الجزء اللي بشتغله معاكم ده يا بنات اهو توضيحي. انا زي ما وريتكم اصلا عامله القمر، لانه اخد مني شويه وقت لان دي غرزه حشو، ف ما شاء الله يعني هشتغل في كل غرزه هتقابلني غرزه حشو على طول السلاسل. زي ما قلت لكم انا عامله عندي 17 سلسله. في كل سلسلة غرزة حشو. وادي اخر غرزة، تمام؟ ركزي، شوفي انت بادئة بكام غرزة، ودايما عدي كل سطر حولي او كل سطرين ثلاثة تعدي وتتأكدي من عدد غرزك. ولو بتتلخبطي علمي البداية والنهاية. ماشي، هطلع سلسلة ارتفاع وهلف الشغل بتاعي، هسيب السلسلة دي ملهاش علاقة بحاجة، وهدخل في الغرزة اللي بعد السلسلة على طول في اللفة الخلفية. شغلي كله هيبقى على اللفة الخلفية. احنا عندنا حلقتين بنشتغل في الحلقة الخلفية، وهشتغل غرزة حشو في كل غرزة هتقابلني فين؟ في الحلقة الخلفية، في الباك لوب، تمام؟ اهو في كل غرزة هشتغل غرزة حشو في اللفة الخلفية.
هفضل اشتغل بالطريقة دي لغاية طول القمر الدوران اللي احنا قسناه في الاول اللي قلت لكم مجازا 40 سنتي، بس هو مش 40، انا هقيس معاكم القمر اللي انا قسته على بنتي. تمام، هشتغل في كل غرزة، غرزة حشو في اللفة الخلفية، هخلص السطر وارجع لكم. بعد ما خلصت السطر يا بنات بطلع سلسلة ارتفاع والف الشغل، السلسلة غير معدودة، بدخل في الغرزة اللي بعد السلسلة على طول وبرضو حشو في اللفة الخلفية، بفضل اكرر السطر ده لغاية الطول اللي انا عاوزاه. بيبقى ايه بعمل كده القمر كده، بيبقى زي الرب كده، بيبقى ايه مطاط كده. تمام، بفضل اشتغل لفة حلقة قصدي غرزة حشو في اللفة الخلفية على مدار الشغل، اخلص السطر ده واطلع سلسلة ارتفاع واكرر وهكذا لغاية الطول اللي انا عاوزاه بالشكل ده. انا كده كده زي ما قلت لكم مخلص اهو، ده كده القمر معايا بتاع مقاس بنتي. طيب نقيسه مع بعض المزورة اهو يا بنات، نقيسوا ادي المزورة. طبعا ما تاخديش مقاس بنتي ده مقياس، انت عندك انت كل طفلة وليها قياسها، قيسي على البنوتة اللي عندك. تمام، انا طلع معايا كام سنتي، انت مشيت من المزورة ليه، 52 سنتي تقريبا، 52 سنتي طبعا مفرودة اهي، انا لسه ما قفلتهاش. بعد كده بطبقها على بعض، اجيب الابرة بتاعتي اهي، وهقفلها، باجي غرزة كده واسحب الخيط بتاعي وادخل في غرزة والمقابلة ليها واقفل بغرزة حشو، غرزة والمقابلة ليها وبقفل بغرزة حشو. هقفل الجنب ده عشان تبقى الجزئية عندي او القمر عندي مقفول. هقفل بقى كده، خدي بالك غرزة قدام غرزة، غرزة قدام غرزة، غرزة قدام غرزة، عشان دي تتقفل على بعض كده. هخلصها بنفس الطريقة وارجع لكم اهو يا بنات. بعد ما قفلت غرزة قدام غرزة، غرزة قدام غرزة اهي، واتقفلت كده بالشكل ده اهو. هعمل ايه بقى، هشتغل كده؟ لا طبعا ده ظهر الشغل، فاحنا عايزين دي كده اهي، هقلب الشغل بس واخلي القفلة دي لجوه، ومعايا الشغل بتاعي اهو، ده كده لبره اهو. تمام، قفلت قلبته بس دي لجوه اهي، بقى بصوا بقت كلها شكل بعض اهي، مفيش فرق، شايفين؟ طبعا بس ايه، انا اشتغلت على بداية الخيط فعندي الحتة دي بس هقصها في الاخر وخلاص. ماشي اهو، بعد كده بعمل ايه، بدخل في الغرزة، اول غرزة انا واقفة قدامها بس، واعمل غرزة حشو وبشتغل فوق كل غرزة من اللي انا عاملاهم دول غرزة حشو اهي. بس انتي بتشتغلي الغرز عندك مايلة بالعرض، كل غرزة هشتغل فوقها غرزة حشو. طبعا عندك البداية اهي انتي باينة، فهشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة حشو، لغاية ما اوصل لمكان ما بدأت، هلف على الدائر كله لغاية ما اوصل لهنا وارجع لكم. فوق كل غرزة اهي غرزة حشو. وصلت اهو يا بنات لنهاية السطر، ماشي، مش هقفل بمنزلقة، لا هدخل هاخد لفة كده وادخل في الغرزة الاولى اللي انا اشتغلتها حشو، لا انا هدخل فيها واخد لفة وادخل فيها اشتغل غرزة عمود، هشتغل دائري. تمام، مش هعمل لا بداية ولا نهاية للشغل، هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة عمود واحدة اهي، في كل غرزة هتقابلني. بصوا الموديل الاصلي معمول بغرزة حشو ماشي، بس انا لان الخيط بتاعي رفيع
فعشان اشتغل بغرزة حشو الموضوع هيبقى مرهق جدا، والبلوزة هتاخد وقت طويل. انا كنت ناوي اعملها بحشو، وفعلا اشتغلت فيها 4 5 6 سطور حشو، بس لقيت ان هقعد وقت طويل جدا على ما تخلص، وهتبقى ماسكة نفسها قوي. تمام. انما لو انا بشتغل بخيط تخين كانت هتبقى يعني مقبولة ان انا اشتغلها بغرزة حشو. تمام. فانا هشتغلها بغرزة عمود، انت بقى براحتك اشتغليها بحشو، اشتغليها بنص عمود، اشتغليها بعمود، كل الطرق تؤدي الى روما. تمام. هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة عمود. وعلى فكرة لا هعمل بداية للشغل ولا نهاية، مش عايزة اي خطوط فيها، ولا عايزة شغل رايح جاي. انا سوري، هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة عمود، هخلص غرز العمود لغاية هنا وهرجع لكم تاني. وصلت يا بنات اهو لنهاية السطر، ماشي. ودي اول كده غرزة عمود. فاكرين انا ما عملتش لا بداية ولا نهاية، ولا قفلت السطر، ولا عملت قفلة للسطر، ولا اي حاجة، ماشي. هتكملي على طول كده عمود فوق كل عمود اهو. بصوا هوريكم شكل الغرز كده، احنا لا هيبقى عندنا لا في بداية ولا نهاية ولا اي حاجة. بصوا شكلها، بصوا منظرها، الشغل جميل ونضيف ازاي، ولا في بداية ولا في قفلة ولا في اي حاجة. طيب هفضل شغالة كده غرزة عمود فوق كل عمود، ومش هيبقى فيه لا بداية ولا نهاية. هشتغل دائري لغاية ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه. هيفضل يبني معايا سطور، انا شغالة كده اعمدة وهو هيفضل يبني معايا سطور. هفضل شغالة كده لغاية طول البلوزة اللي انا عاوزاه، بس لغاية فين؟ لغاية تحت الابط. هفضل ماشيه بالسطور كده لغايه ما اوصل لتحت الابط، وهرجع لكم تاني نشوف اشتغلنا مقاس قد ايه. زي ما قلت لكم انت اللي عامله بدايه ولا نهايه. اهو الشغل بتاعك اهو، اهو البدايه كانت هنا والنهايه كانت هنا، انا مش عامله لا بدايه ولا نهايه. هشتغل على طول، الشغل هيفضل رايح جاي رايح جاي على طول كده اهو، لغايه هيبني سطور لغايه ما اوصل لتحت الابط، وهرجع لكم ان شاء الله بامر الله. يا بنات بعد ما وصلت لغاية الطول زي ما قلت لكم لتحت الابط، تمام. انا موسعة الكادر عشان تشوفوا من تحت اهي لفوق. طيب بتعملي ايه بقى؟ بتمسكي البلوزة بتاعتك كده وتعمليها بالجنب كده، طبقيها على بعض وتقسمي وتساوي عدد الغرز الامام مع الخلف، تخلي الامام قد الخلف، تقسميهم بالنص بالظبط، نص عدد الغرز قدام والنص في الخلف، وتشبكي هنا كده علامتين، يعني دي قد دي. تمام. انا عايزه عشان اقسم الامام عن الخلف، ده كده الامام والخلف او العكس. تمام. بالنص كده بالظبط. بعد كده هحدد انا دلوقتي هشتغل الجزء ده اللي هو الامام لوحده والخلف لوحده، عشان عايزين نطلع بكيرف بقى كده مايل كده، ونسيب من هنا حته صغيره لحرده الابط، ونطلع بالكيرف ده مايل لغايه فوق عند الكتف. تمام. طبعا انتوا عارفين ان انا شغاله على طول لا بدايه ولا نهايه، فهكمل شغلي عادي، بس هسيب العلامه محطوطه في الغرزه دي، دي غرزه زي ما قلت لكم اللي هي فاصلة الامام عن الخلف. هشتغل بس غرزة واحطها. طيب هشتغل كام غرزة؟ هشتغل تقريبا 5 أو 6 غرز كده. اشتغلت 2 3 4 5 حسب ما انت حابة تسيبي في الجنب. وخدوا بالكم المقاسات بتفرق لما بتشتغلي، لو بتشتغلي بلوزه كبيره او بلوزه صغيره، ماشي. انا اشتغلت كام غرزه دول من بعد العلامه؟ العلامه مش معدوده، 1 2 3 4 5 6. بعد ما اشتغلت 6 غرز دول هبتدي اعمل الحرده، ابتدي في غرز الحرده بتاعه الابط. والغرزه اللي هشتغلها دلوقتي دي هي هتبقى معايا اول غرزة في السطر. دلوقتي السطر هيبقى زي ما قلت لكم امام لوحده والخلف لوحده، فالغرزة اللي هشتغلها دلوقتي انا سايبة 6 اهم، وخلي بالك عشان لما تيجي تشتغلي الناحية التانية برضو هتسيبي نفس 6. تمام. طيب انا اشتغلت 6 اهو،
بعد كده هشتغل غرزة تناقص، هشتغل غرزة تناقص، وغرزة التناقص دي هتبقى أول غرزة معايا في السطر. عايزة تعلميها علميها، تمام؟ اشتغلت أول غرزة غرزة تناقص، والتانية برضو هشتغلها تناقص. كده أنا اشتغلت غرزتين تناقص. نجيب علامة عشان ايه ما تتلخبطوش معايا. هنعلم أول غرزة في غرز التناقص. أنا عملت غرزتين تناقص، خلي بالكم أنا كنت سايبة هنا زي ما قلنا 6 غرز، دول خلاص ماليش دعوة بيهم. أول غرزة علمتها أول غرزة تناقص، واشتغلت التانية على طول غرزة تناقص. بعد كده هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة عادي، عمود واحد عادي. هشتغل في كل غرزة غرزة عمود لغاية ما اوصل لقبل العلامة وارجع لكم تاني. اشتغلت اهي يا بنات لغاية قرب العلامة التانية. طيب انتوا فاكرين كنا سايبين هنا كام غرزة؟ كنا سايبين هنا 1 2 3 4 5 ماشي، 6 غرز. هنسيب الناحية دي هنا 12، تمام؟ الناحية دي بنسيب فيها، دي اللي فيها هنعمل فيها حردة قبط بس، لكن الكيرف هيجي من الناحية دي، فالمكان اللي هيطلع منه الكيرف هو اللي بيبقى سايبين فيه كام غرزة ضعف ما احنا كنا سايبين هنا. طيب انا هنا سايبة 12 غرزة، هعمل ايه؟ انا مش عايزة، انا عايزة اعمل تناقصين زي هنا، فهرجع فك ادي 1 2 3 4. انا اشتغلتهم بس عشان اوريكم ان انا سايبه 12 غرزه. الاربعه دول هعمل فيهم ايه؟ هعمل تناقصين زي ما عملت هنا في البدايه تناقصين اهو، لفه وهدخل اعمل اول تناقص، تمام؟ وبعدين اعمل تاني تناقص. كده انا عملت تناقصين في بدايه السطر وفي نهايه السطر، هطلع سلسله والف الشغل، وبرده هعمل اول غرزتين في السطر هنا تناقص، تمام؟ اول غرزتين تناقصين برضو، تمام؟ انا عملت سلسلة بس، هاجي ادخل في اول غرزة واعمل عمود غير مكتمل، وفي التانية عمود غير مكتمل، واقفل العمودين مع بعض. كده عملت اول تناقص، وبعدين هعمل تاني تناقص، تمام؟ بعد كده هكمل في كل غرزة، هتقابلني غرزة عمود لغاية العلامة اللي انا حطها هناك في التناقصات الناحية التانية، العلامة الحمراء اللي انا حطها الناحية التانية. هفضل ماشي كده في كل عمود عمود لغاية قبل العلامة دي بأربع غرز عشان نعمل برضو تناقصين. هخلص السطر وارجع لكم. وصلت اهي يا بنات لغاية عند العلامة اهو، 4 غرز، 3 غرز، وغرزة العلامة هي الغرزة الرابعة. انا مش هكمل شغل انا هنا لغاية الغرزة الحمراء دي، العلامة دي، وهرتفع تاني وارجع، تمام؟ زي ما قلنا احنا شغالين امام وخلف. هعمل ايه هنا؟ هعمل تناقصين، ادي اول تناقص، هشيل العلامة واعمل الغرزة اللي قبل العلامة اهي، وغرزة العلامة. كده انا عملت ادي تاني تناقص في اول، في اخر السطر اهو اوله. اطلع سلسلة والف الشغل، وهعمل برضو تناقصين. ادي اول تناقص وادي تاني تناقص. عايزة اتعلمي هعلمها لكم عشان برضو ايه ما تتهوش مني، رغم ان خلاص السطر خلاص ارتفع وما بقاش فيها لخبطة. هنعلم اول غرزة، احنا عملنا كده ايه تناقصين في بداية السطر. هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة عمود لغاية قبل نهاية السطر ده بأربع غرز عشان اعمل التناقصين اللي في اخر السطر. هشتغل كده في كل غرزة هتقابلني لغاية هنا اهو، لغاية هنا ادي غرزة 2 3 4 لغاية هنا، واسيب ال4 غرز دول، هخلصهم في فوق كل عمود، هشتغل عمود لغاية ما اوصل للنهاية.
وصلت اهي يا بنات لنهايه السطر قبليه بكام، باربع غرز زي ما احنا متفقين هعمل فيهم تناقصين. ادي اول تناقص وادي تاني تناقص، وبرضو هبتدي السطر اعمل غرزه واحده سلسله ارتفاع والف الشغل، وبرضو هعمل في بدايه السطر ده تناقصين. اول تناقص وادي تاني تناقص، بعد كده هشتغل فوق كل عمود، هشتغل غرزة عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر برضو قبليه باربع غرز. شايفين الكيرف ده كده اهو، بتتاخد كيرف اهي. هفضل بقى شغالة فوق كل عمود عمود لغاية قبل العلامة اللي انا عاملاها دي اهي، قبلها بكام؟ اربع غرز، ثلاث غرز والعلامة الرابعة يعني. تمام، هخلص فوق كل عمود عمود وارجع لكم. اهو يا بنات وصلت للعلامة زي ما قلنا، هنعمل برضو تناقصين في نهاية السطر. وادي تاني تناقص. انا هحط لكم العلامة ليه؟ علشان تبقوا عارفين ان المكان ده، خدوا بالكم عشان احنا السطر الجاي هنوقف تناقص في المكان اللي عنده العلامة، عشان دي هتبقى تحت الابط لكن دي اللي هتبقى من عند الامام. تمام، فدي احنا يدوبك بس بنعمل الحردق وبس. تمام، بنعمل سلسلة وهنعمل ايه برضو تناقصين. ايه دي اول تناقص وادي تاني تناقص. نحط العلامة زي ما قلت لكم علشان تبقوا ايه مش تايهين بس مني. طبعا طول الحردة انت اللي بتحدديها. ده رابع سطر. تمام، هشتغل في كل غرزة، هشتغل غرزة عمود لغاية النهاية، ولما اوصل للنهاية هنا برضو هعمل تناقصين في نهاية السطر، وارتفع برضو سلسلة واعمل تناقصين وارجع لغاية العلامة هنا. اقول لكم لا خليني معاكم عشان ما تتوهوش مني. هشتغل في كل غرزة هتقابلني غرزة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وصلت اهي يا بنات لنهاية السطر، وبرضو في اخر اربع غرز بنعمل فيهم تناقصين. اول تناقص وتاني تناقص، سلسلة ارتفاع، واول غرزتين برضو تناقصين. اول تناقص وتاني تناقص، بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود هيقابلني لغاية العلامة الحمراء، وبرضو هعمل اخر اربع غرز هنعملهم تناقصين. هخلص السطر وارجع لكم. وصلت يا بنات اهو لنهاية السطر، هعمل اخر غرزتين تناقصين. تمام، وخلي بالكم بقى علشان خطر كده انا خلاص من ناحية تحت الابط انا مش هعمل تناقصات تاني. المكان اللي انا حاطه فيه العلامة الحمراء ده اهو، انا مش هعمل فيه تناقصات تاني كده، خلاص انا خلصت الحردة. هعمل ايه؟ ارتفع سلسلة عادي ولف الشغل واشتغل عمود فوق اول عمود عادي، عمود عادي خالص مش هعمل فيه تناقص، وهشتغل فوق كل غرزة هتقابلني غرزة عمود. هحط لكم العلامة هنا عشان تعرفوا ان الناحية اللي فيها العلامة الحمراء دي خلاص انا مش هعمل فيها تناقصات تاني خالص. هنشتغل فوق كل عمود، هنشتغل عمود، وفي العودة هنشتغل برضو فوق كل عمود عمود، لكن الناحية التانية يعني هشتغل هنا فوق كل عمود عمود
فوق كل عمود هشتغل عمود لغاية ما هوصل للجهة التانية، وبرضو هعمل اخر اربع غرز تناقص وهرتفع برضو اول اربع غرز تناقص وارجع تاني فوق كل عمود عمود لغاية العلامة مفيش خلاص الناحية دي تناقصات، وافضل رايحة راجعة بنفس الطريقة دي، الناحية دي مفيش تناقصات والناحية دي اربع تناقصات في السطر ده، وترتفعي برضو اربع تناقصين اربع غرز يعني بعملهم تناقصين. تمام، زي ما انا ماشية على طول هنا في نهاية السطر تناقصين وفي بدايته تناقصين، في نهايته تناقصين وفي بدايته تناقصين، لكن الناحية دي لما برجع هنا خلاص مفيش تناقصات خالص، لغاية هفضل ماشية بالطريقة دي لغاية الجزء ده هيطلع كده معايا، ولغاية ما يتبقى معايا عدد غرز اللي أنا عاوزاها للكتف. تمام، عايزة بقى الكتف يبقى عندي 10 غرز 15 غرزة على حسب، فانا همشي بنفس الطريقة دي، الناحية دي خلاص مفيش تناقص، هطلع عمود فوق العمود وعادي خالص، واجي هنا اعمل تناقصات واطلع برضو السطر بتناقصات وارجع هنا بدون تناقصات. تمام، هخلصها بقى وارجع لكم نشوف احنا عملنا كام سطر. اهي يا بنات بعد ما خلصت شايفين شكل حردة تحت الابط دي، كده شكل الحردة ماشي، وكده الكيرف التاني اهو شايفين من هنا طالع عامل ازاي، واشتغلت اخر ثلاث سطور بدون تزايدات او تناقصات، عندي اخر ثلاث سطور تقريبا 15 او 14 غرزه. تمام، طيب في حاجه حابه انوه عنها قبل ما اشتغل الناحيه الثانيه، انا خلاص دي كده هقطع وافصل الخيط اهو وقفلت الشغل. ايه اللي حابه انوه عنه؟ عدي اول غرز انت اشتغلتيها بالظبط عشان تشتغلي زيها الناحية التانية، وبنفس الطريقة هتشتغلي زي ما اشتغلتي الناحية دي هتشتغلي اختها بالظبط هنا بنفس عدد التزايد التناقصات بنفس عدد الاسطر. طيب ايه اللي حابة انوه عنه؟ انك وانتي بتعملي الكيرف ده مش ناحية تحت الابط، ناحية تحت الابط زي ما هي تناقصين. طيب لو انتي بتعملي الطفلة تمام، طبعا عشان تعملي اول كل دور تناقصين تناقصين عشان الكيرف ده هتاخدي مسافة اطول من كده، فانت ممكن من اول سطر هنا في الكيرف ده تعملي ثلاث تناقصات ثلاث تناقصات ثلاث تناقصات ثلاث تناقصات وهكذا بدل تناقصين، عادي جدا يعني ممكن بداية السطر من ناحية الكيرف مش من ناحية حردة الباط. تمام، ناحية حردة الباط هنا هنا هي زي ما هي خمس سطور بداية بالبداية والنهاية، هنا يعني بداية السطر ونهايته الناحية دي ناحية تحت الإبط هتبقى تناقصين، الناحية دي بقى ممكن تعمليها تلاتة 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 كلها تلات سطور تلات قصدي تناقصات، تبتدي السطر من الناحية دي بتلات تناقصات وتنهيه بتلات تناقصات، ناحية إيه؟ ناحية الكيرف. تمام؟ طيب بعد كده هعمل إيه؟ هوصل الخيط من الجهة التانية من نفس المكان اللي بديت بيه واشتغل نفس الطريقه بنفس عدد السطور عشان اعمل واحده زي دي، هعملها بقى بالظبط زيها بالظبط، برضو هبتدي بالتناقصات واكمل لغايه النهايه هنا وبرضو التناقصات وهكذا لغايه ما اوصل بنفس الشكل ده، اعمل حرد تحت البط واكمل بعد كده من غير حرده، هعمل الناحيه الثانيه وارجع لكم علشان نخلص مع بعض البلوزه. خلاص يا بنات انا خلصت البلوزه ووصلت بالحمالة كده، شايفين الشكل اهو الكيرف ده واخدينه كده، وعملت كام سطر كده في الحمالة وخلاص، كل العلامات اللي انا حطاها ملهاش لازمة خلاص احنا مش محتاجينها اهي هشيلها. طبعا كده البلوزة على وشها، انا عايزة بقى اقفل الحمالة دي في الحمالة دي بس على الظهر، فهقلب البلوزة نحط الحمالة على الحمالة وأقفل ناخد بالنا الغرزة اهي قدام الغرزة الاولى هسحب منها الخيط و
وهقفل بقى غرزة قدام غرزة بحشو، غرزة حشو، غرزة قدام غرزة، هناخد اهو بصوا الغرزة قدام الغرزة المقابلة ليها وغرزة حشو، هقفل الغرز قدام بعض عشان اقفل ايه الحمالة دي، دي هقفلها وارجع لكم. بعد ما خلاص قفلتها انا كده فين؟ ناحية جوه الشغل مش برا. يعني ايه؟ لما قفلت الحمالة كنت جوه هنا مش عند الكم. طيب افرضي انت جه عدد عندك الاعمدة بتاعتك وقفلتي من بره، من عند الكم، من عند الدراع من بره، خلاص اقفلي الشغل وقطعي ووصلي الخيط من جوه الشغل من هنا. خدوا بالكم احنا دلوقتي اصلا على ظهر الشغل مش على وشه. طبعا انتم مركزين في الحتة دي، انا بشتغل على ظهر الشغل مش على وشه، تمام؟ طيب لو انت زي ما قلنا قطعتي الخيط من هنا هترجعي توصليه من الناحية التانية من هنا، توصليه كده وتطلعي بتلات غرز سلسلة، ودول هيبقوا معايا اكنهم اول عمود، وهعمل سلسلة كمان، يعني انا برتفع باربع سلاسل وادخل في نفس المكان اعمل كمان غرزة عمود. ليه؟ علشان عايزة اعمل غرزة في، دي اول غرزة في معايا. بعد كده طبعا انتوا عارفين ان دي اعمدة مائلة، فوق كل عمود مائل هدخل اعمل غرزة في، اللي هي ايه؟ عمود سلسلة عمود، تمام كده؟ فوق كل عمود مائل هدخل اعمل عمود سلسلة عمود. زي ما قلت لكم احنا شغالين على ظهر الشغل، عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود. ليه بشتغل على ظهر الشغل؟ علشان لما اجي اعدل البلوزة بتاعتي والأعمدة دي تدخل جوه يبقى على المعدول مش على المقلوب، تمام؟ أنا بشتغل زي ما قلت لكم على ظهر الشغل أهو، في كل عمود مائل هشتغل عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود في نفس المكان غرزة في، عمود سلسلة عمود. عمود سلسلة عمود. هفضل شغالة كده على الكيرف ده كله، تمام؟ بنفس الطريقة على كل عمود مائل هشتغل عمود سلسلة عمود لغاية منزل لتحت هنا، وارجع لكم علشان نشوف هنعمل على بقية الشغل ايه. خلصت يا بنات اول ناحية من الكيرف ده ونزلت على الغرز اللي هي الغرز بتاعتنا الاعمدة العادية، هسيب غرزة وادخل في التانية اعمل عمود سلسلة عمود، واسيب واحدة وادخل في التانية واعمل عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود، وهكذا بقى بسيب غرزة وادخل في التانية اعمل عمود سلسلة عمود، اسيب غرزة وادخل في التانية واعمل عمود سلسلة عمود، وهكذا لغاية ما اوصل للجزء ده اللي هنرتفع تاني. هنشتغل برضو على كل عمود مائل عمود سلسلة عمود، نفس اللي اشتغلت الناحية دي كده، اكملها لغاية ما اوصل، يعني بالداير بتاع الصدر ده لغاية ما اوصل لمكان ما ابتديت، مكان ما ابتديت هنا الاربع سلاسل اللي انا كنت مرتفع عليهم، هخلص وارجع لكم. خلاص وصلت لاخر السطر اهي يا بنات، هقفل بمنزلقه فين؟ في ثالث سلسله انا ارتفعتها، قفلنا بمنزلقه، هدخل بين
بين العمودين دول اعمل منزلقه كمان وارتفع بثلاث سلاسل بس مش اربعه، ودول هيبقوا بمثابه اول عمود. هدخل في نفس الفراغ تاني اعمل كمان عمود سلسلتين، وفي نفس الفراغ برضو هدخل اعمل كمان اتنين عمود عشان تبقى صدفة مكونة من اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود. وهشتغل السطر كله كده بين العمودين. خدوا بالكم ما تشتغلوش، يعني بصوا ما تشتغلوش بين غرزة الفي وغرزة الفي، يعني دي غرزة في دي غرزة في ودي غرزة في، ما تشتغلوش بينهم هنا، لا هنشتغل بين العمودين بتوع غرزة الفي. اهم شايفين احنا بنشتغل في قلب دول، ما بنشتغلش بين دول، تمام؟ بنشتغل بين العمودين اللي عاملين رقم 7 مش بين العمودين اللي عاملين رقم 8 عشان ما حدش يتلخبط، تمام؟ هدخل فوق كل غرزة في اشتغل عمودين سلسلتين عمودين. هكرر السطر ده غير المرة دي كمان مرتين، يعني هيبقى اجمالي السطور اللي مكونة من عمودين سلسلتين عمودين هيبقوا اجمالي السطور دي 3 سطور. وهشتغل كمان 3 سطور مكونين من كام؟ من 3 عمود سلسلتين 3 عمود. يعني انا هشتغل دلوقتي السطر ده وكمان سطرين زيه بالظبط في كل فراغ هنا، هشتغل فيه 2 عمود سلسلتين 2 عمود وهكذا. هخلص التكرار ده 3 سطور وبعدين ازود في السطر الرابع اعمل ايه 3 عمود في الفراغ بقى 3 عمود سلسلتين 3 عمود وهكذا. يعني هشتغل دلوقتي كام سطر؟ 6 سطور، 3 مكونين من 2 عمود 2 عمودين سلسلتين عمودين، والثلاث تكرارات التانيين 3 عمود سلسلتين 3 عمود. يا رب ما تكونوش اتلخبطتوا مني، هخلصهم وارجع لكم. طبعا في نهاية كل سطر بتقفلي بمنزلقة في تالت سلسلة وتدخلي على الفراغ بمنزلقة وتشتغلي الارتفاع بتاعك 3 سلسلة عمود وبعدين سلسلتين 2 عمود. هكمل بقى وارجع لكم. بص يا بنات بعد ما خلصت زي ما قلت لكم اهو، ده السطر 2 عمود سلسلتين 2 عمود، وده 2 عمود سلسلتين 2 عمود، دول 3 سطور، وكمان 3 سطور ايه 3 عمود سلسلتين 3 عمود 3 عمود سلسلتين 3 عمود، والعمود والسطر الثالث 3 عمود سلسلتين 3 عمود. تعالوا نختم مع بعض السطر اهو، عمود الثاني الثالث سلسلتين، وفي نفس الفراغ 3 عمود، تمام؟ وزي ما قلت لكم بنقفل بمنزلقه في ثالث سلسله او ممكن في اول عمود عادي براحتك، هي هنقفل بمنزلقه. لو انت حابه تكبري القنار ده عن كده او الجزء ده عن كده، بعد ما عملتي 3 سطور 2 عمود و3 سطور 3 عمود هتعملي 3 سطور 4 عمود. هتمشي بمنزلقه كده، بس انا مش هكمل، انا هوريكم بس بمنزلقه كده، وتطلعي في وسط الصدفه زي ما بنعمل، وهنطلع 3 سلاسل ارتفاع ونعمل عمود 3 اعمده كمان، عشان طبعا احنا عارفين ان اول 3 سلاسل دول بيبقوا بمثابه اول عمود. عملت كده 4 اعمده اهم سلسلتين 4 أعمدة، بس أنا مش هكمل يا بنات السطر كده، أنا بوريكم لو أنت حابة تطولي كمان الجزء ده، بس أنا هكتفي بالعرض بتاعه ده وهوريه لكم. وتمشي في الفتحة اللي بعديها على طول برضو وتعملي 4 عمود، أدي عمود 2 3 4 سلسلتين 4 عمود. حسب بقى ما انت حابه تكبري، ممكن تعملي سطر واحد او سطرين او 3 حسب ما انت حابه عرض الجزء ده، تمام؟ شايفين كده، بس انا طبعا زي ما قلت لكم هستكفي بالتلات اعمده اللي انا خلاص، يعني انا هستكفي بالعرض ده. فبعد كده بعمل ايه؟ بقفل بمنزلقه وبعدين بقص الخيط بتاعي اهو. بعد ما قصيت
الخيط. طبعا انتوا فاكرين ان احنا كنا شغالين ايه على المقلوب، طبعا اهي جزء قفلت الكتف، احنا شغالين على المقلوب. كل الخيوط دي يا بنات هننضفها، واللي ما بتعرفش تنضف الخيوط مظبوط هسيبلك فيديو لينك فيديو تحت الفيديو ده في صندوق الوصف، وهسيبه لكم في الكومنتات للتنظيف. تمام، بعد البلوزه بتاعتي زي ما قلنا احنا كنا شغالين على المقلوب، بعدلها بقى كده تمام اهي، واطلع الجزء اللي انا عملته ده لبره. طبعا الخيوط دي زي ما قلنا هتتنضف، وادي الشكل. زي ما قلت لكم انا مش حابه الجزء ده يبقى اكبر من كده. ليه مش حابه يبقى اكبر من كده؟ علشان احنا في حر، في حر، الجو حر، هكبر دي هتبقى تقله اكتر على صدر البنت. طبعا في انت حره حابه تكبريها شويه تمام. هي في الموديل الاصلي في البلوزه الصغيره كبيره، ليه؟ لان الموديل اصلا صغير، على ما تعملي الكام سطر دول خلاص هيبقوا مالوا البلوزه، لان اللي في الموديل الاصلي لبيبي شهور تمام، لكن دي لتمن سنين تمام. حابه بقى تسيبيها كده تمام براحتك، انا عن نفسي هسيبها كده، بس هوريكو لو انت حابه تعملي لها الحماله زي الموديل الاصلي. هتيجي هنا عند المكان بتاع الحماله الثانيه، وهتدخلي بالابره بتاعتك كده وتسحبي الخيط وتعملي عدد سلاسل قد حماله، طرف حماله مش الطرفين، طرف واحد. تعملي بقى سلاسل ماشي اكنك هتعملي ناحيه واحده من الحماله، لان هتبقى ناحيه كده واختها سلاسل الناحيه الثانيه، وتتربط من فوق من على الكتف بفيونك تمام. فانت هتفضلي تعملي سلاسل ايا كان بقى عددها حسب الطول الكتف اللي انت عاوزاه، طول الكتف البنوتة، وتعملي حساب لجزء هيتربط تمام، تعملي حساب الفيونكة اللي هتتعمل تمام. بعد ما بتوصلي لطول السلاسل اللي انت عاوزاه، وطبعا وانت شغالة عدي السلاسل، وانت شغالة عديها ليه؟ علشان خاطر اختها الناحية التانية هنا هتوصلي وتعملي طرف زي ده كمان. بعد ما توصلي لطول السلسلة اللي انت عاوزاه بترتفعي سلسلة وتدخلي في كل غرزة تعملي غرزة حشو. بكبر يعني انا بعمل ايه؟ بعمل كده عرض للسلسلة تمام، بس كده هنعمل نشتغل على السلسلة سطر واحد حشو. عايزة تعملي سطر، السطر بدل ما هو حشو تعملي منزلقة براحتك، بس كده تمام. وتنزلي على الجزء ده كله. يا سلام القطه جدعان، بس هي كراميل تمام يا بنات. زي ما قلت لكم هتوصلي للاخر هنا وتقطعي الخيط، تشبكي هنا وتقطعي الخيط، وتوصلي في المقابل ليها بالظبط. طالعه مخصوص عشان خاطر تاخد توصلي هنا مقابل الخيط بالظبط، وتعملي نفس عدد السلاسل وترجعي عليها بحشو او بمنزلقه براحتك، ودي هتبقى بتتربط على الكتف بفيونكه. بس زي ما قلت لكم انا هعملها بناحيه واحده بس، تبقى كده بناحيه واحده من غير دي خالص، وانتوا بقى وراحتكم، بس كده تبقى البلوزه بتاعتنا خلصت. طيب البلوزه دي زي ما قلت لكم المقاس 8 سنين ماشي، لمقاس 8 سنين، واخدت بالظبط بالظبط بكرتين بالظبط. هو انا نسيت انا كنت شغاله بايه؟ بيرن ارت تمام؟ او بديفا براحتك، او هتاخد خيط ايطالي، المهم من الثمان سنين هتاخد 200 جرام بالظبط، بس كده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما اقفل، لو انت حابه تعرضي دي هتاخد اكتر شويه من 200 جرام تمام؟ يعني انت لو هتعرضي شويه الجزء ده هتجيبي، لو لنفس المقاس بتاعي هتجيبي 250 جرام. القطط خلاص. بس كده يا بنات، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.